السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوريكم الطريقه ديالي اللي كنحضر بها البغرير، والطريقه فريمون الوحيده وكنأكد عليها الوحيده باش قدر انه يصدق ليا. سينو جربت جميع الطرق، جربت الفينو، جربت كلشي، ما كانش كيصدق ليا. هاد الطريقه هادي كنخدم فيها السميده باش كنصايبوا الحريشه ديالنا. كنحتاجوا ليه كاس ونص ديال السميده رقيقه، ونص كاس ديال الدقيق البيض، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر باش يعطينا لا بريونس ويجي محمر، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وفينالمون واحد الخماره ديال الحلوى. والماء غادي نحتاج 3 ديال الكيسان من نفس هذا العبار، ولا كنت غادي نزيد غادي نعاود نقولها لكم. غادي نشد هاد المقادير هادو كاملين، غادي نحاول انني نخلطهم فواحد البول. مني غادي نجمعهم غادي نديرهم في مولينكس باش واحد 5 دقائق باش يتخلطوا مزيان. ما غاديش نزيد الخماره الحمراء، الخماره ديال الحلوى، حتى نخلط كل شيء ونعاود نرد لهذا البول. هذا غادي نزيدها ومن بعد غادي نخليه يخمر واحد ربع ساعه. هنا غادي نزيد الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث. غادي نخلط، ولا كان خاصني غادي نزيد الماء خصو ما يكونش سخون لانه غادي يقطع لينا السميده العجينه ديالنا. شنو اللي غادي نحاولوا نديرو هو اننا غادي نديروه شويه دافي قريب انه يكون بارد. غادي نخلط ومن بعد غادي نديرو نحمو لينكس كما قلت لكم 5 دقائق، وغادي نطحنو مزيان نخليه 5 دقائق، ومن بعد غادي نزيدو الخماره الحمراء. من بعد ما طحنته واحد المده ديال 4 دقائق حتى 5 دقائق، خصو يولي بحال هكا يبانو فيه هاد البويقات، غادي نديرو في البول وغادي نزيد عليه الخماره. بالنسبه للماء احتاجيت غير 3 ديال الكيسان باركا. الكيسان هما نفس العبار اللي درنا اللي عبرنا به السميده والدقيق ديالنا البيض. صافي غادي نزيد الخماره ديالي ونخلط، ومن بعد غادي نغطيه وغادي نخليه واحد المده ديال ربع ساعه على ما يخمر، ومن بعد نبدا نطيبه. غنخلط بحال هكا باش ما يبقاوش ليا الحبيبات ديال الخميره، نحاول نخلط هكا بشويه. غطيته بالورق الغذائي وغادي ندير ليه واحد الزيت كما قلت لكم، غادي نخليه واحد ربع ساعه وغادي نعاود نرجعو ليه. من بعد ما خمر ليا خصو يكون بحال هكا، يكون تنفخ ليا من الجناب. دابا غادي نديرو المقله ديالنا تسخن وغادي نبداو نطيبو فيها البغرير. ناخذ المقله كنديرو فيها البغرير وكنخليها طيب على عافيه متوسطه كما كتشوف. غادي ندير لا دوزيام كما كتشوفوا. خصنا نهزو المقله عندنا ما تكونش فوق العافيه، نديرو فيها البغريره ونخلي بها طيب على عافيه متوسطه. من بعد ما طيبنا البغرير ديالنا بنفس الطريقه، هذا هو الشكل النهائي ديالو. فريمون كنتمنى انكم تجربوه حيت بصح تيصدق زوين كما كتشوفوا، متقب وفريمون خفيف. كنتمنىكم انكم تجربوه وتردوا عليا، وانا متاكده انه غادي ينجح معكم 100%. غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو بزاف بزاف بزاف، ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي.